يعطيكم العافية، أنا إيناس الكردي، راح أكون معكم في مادة بيولوجي 1 إن شاء الله خلال هذا الفصل. وصلنا عند concept 5.3. Lipids are a diverse group of hydrophobic molecules. Lipidات أو lipids عبارة عن مجموعة متنوعة من المواد الكارهة للماء أو من الجزيئات الكارهة للماء. مثل ما عرفنا سابقا، الليبيدز هم عبارة عن large molecules that are not large enough to be considered macromolecules، يعني لأنهم مش كبار بشكل كافي ما أقدر أسميهم macromolecules مثل البروتينات والنيوكليك أسيدز والكربوهيدرات، ولكن بطلق عليهم اسم large biological molecules، أوكي، أو مركبات حيوية كبيرة. يعني خلينا نشوف. Lipids are the one class of large biological molecules that does not include true polymers. إذا أول إشي they are not true polymers. Lipids هم عبارة عن large biological molecules that are not true polymers. And they are generally not big enough to be considered macromolecules. إذا lipids are not true polymers and they are not large enough، مش كبار بشكل كافي لحتى أطلق عليهم اسم macromolecules. طبعا they are not true polymers، المقصد فيها انه البوليمر تبعهم بتكون بطريقة مختلفة عن طريقة تكوين البوليمرز تبعت البروتينات. مثلا البروتينز كان إلها مونومرز هم الأمينو أسيدز، ولكن الليبيدز ما إلها مونومرز صغار مثل البروتينز، بينما بتتكون من شغلتين، أوكي؟ هلأ رح نحكي عنهم بالتفصيل. The compound is called lipid، أو the compounds called lipids are grouped with each other because they share one important trait. إذا ليش حطينا الليبيدز، كل الليبيدز جمعناهم بجروب واحد، ليش سميناهم كلهم ليبيدز؟ because they share one important trait، لأنهم بيشتركوا بصفة جدا مهمة. They mix poorly if at all with water، يعني إنهم بيختلطوا بالماء، هذا إذا اختلطوا بالماء بيكون اختلاطهم ضعيف جدا، اوكي؟ فهم ما بيختلطوا بالماء بالعادة، ولكن إذا صار واختلطوا ممكن بيكون الاختلاط تبعهم جدا ضعيف. The hydrophobic behavior of lipids is based on their molecular structure. إذا ليش هم hydrophobic؟ Because of their molecular structure. شو يعني molecular structure؟ تركيبهم الجزيئي، من شو بتكونوا؟ شو اللي بيصير جواتهم بيخليهم hydrophobic؟ Although they may have some polar bonds associated with oxygen, lipids consist mostly of hydrocarbon regions. إذا مكونات الليبيدز بالعادة بيكون عبارة عن هيدروكربونات، غير كلمة كربوهيدرات. من الفرق بين كلمة هيدروكربون وبين كلمة كربوهيدرات. كربوهيدرات أصلهم فيها sugars، الهيدروكربونز أصلهم فيها الليبيدز اللي بتتكون، أو يعني مش دائما بيكونوا ليبيدز يعني، بس المقصد فيهم الجزيئات اللي بتتكون mainly أو بشكل عام أو بشكل على الأغلب من 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 hydrocarbon regions، يعني من كربونة وهيدروجين، أوكي؟ كربون وهيدروجين، مثل ما رح نشوف هلأ بالصور، رح نلاقي إنه lipids أو الفاتي أسيدز اللي بدنا نحكي عنهم لاحقا بتكونوا من hydrocarbon chains. Lipids are varied in their form and function. Okay, lipids are varied in their form and function. يعني بيختلفوا بمواصفاتهم وبأشكالهم. رح نحكي عن عدة أنواع من lipids بهذا القسم. رح نحكي بس عن الفات، عن الفوسفوليبيدز and steroids. بس ما رح نحكي عن الأنواع الثانية. هدول أكتر إشي بيهموكم كطلاب سنة أولى. طبعاً بدنا نعرف إنه الليبيدز ممكن يكون فيهم روابط مع الأكسجين، يعني ممكن نلاقي هيدروكسيل جروبز بمواد، ممكن نلاقي كربوكسيل جروبز، أوكي؟ يعني إحنا ممكن نلاقي مجموعات كربوكسيلية، أحماض كربوكسيلية جوا الليبيد، ولكن على الرغم من ذلك ما بنعتبره بولر. ليش ما بنعتبره بولر؟ لأنه طول الهيدروكربون تشين، يعني سلسلة الهيدروكربون اللي فيها كربون وهيدروجين، أطول من مجموعة الكربوكسيل اللي لحالها، الحزينة هي لحالها، أوكي؟ فبالتالي although they may have some polar bonds associated with oxygen، ممكن يكون عندهم بعض الروابط القطبية بسبب وجود الأكسجين أو مرتبطة بالأكسجين، lipids consist mostly of hydrocarbon region، لأنها على الأغلبها بتتكون من hydrocarbon regions، فبالتالي وجود الكربوكسيل جروب ما بيخليها تصير بولر، بالعكس هي بتضلها non polar. نبدأ بأول مجموعة من الليبيدز اللي هي الفاتس.
although fats are not polymers. إذن they are not polymers. هلا بدنا نعرف الفاتس من شو بتكونوا. كلمة بوليمر يا جماعة تعني إنه عندي مبلمر متكون من عدة مونومرز، يعني في وحدات بنائية، بينما الفاتس ما عنده مونومرز ولكن عنده مكونات، يعني هو بتكون من شغلتين بس هدول ما بقدر أعتبرهم مونومرز. أوكي؟ They are large molecules assembled from smaller molecules by a dehydration reaction. إذا على الرغم من أن الفاتس are not polymers، ليسوا مبلمرات، ولكنهم بتكونوا من large molecules assembled from smaller molecules by a dehydration reaction. يعني عندي نفس المبدأ، عشان هيك اعتبرناهم بهذا التشابتر حطيناهم. يعني صحيح انهم هم مش بوليمرز، ولكنهم بتكونوا عن طريق ارتباط مكوناتهم ببعضها عن طريق روابط dehydration reaction، بيخسروا جزيء ماء لما يرتبطوا ببعض. Like the dehydration reaction described، او اللي تم شرحه سابقا في البوليمرايزيشن. A fat is constructed from two kinds of smaller molecules اللي هم الجليسرول and fatty acids. إذا ما هي مكونات الفات؟ Glycerol and fatty acids. ما هي مكونات الفات؟ Glycerol and fatty acids. أوكي، منضلنا نعيد عشان بالامتحان تضلكم متذكرين. Glycerol، شو هو الجليسرول؟ هلا نتعرف شو يعني جليسرول وشو يعني fatty acid. Glycerol is an alcohol. Each of its three carbons bears a hydroxyl group. إذا الجليسرول، هاي الجليسرول يا جماعة، خلينا نرسمه سريعا. الجليسرول هو عبارة عن جزيء الكحول في له three regions associated with hydroxyl group. يعني هلا بنشوف. هون عندي OH وهون عندي OH وهون عندي OH. هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه جليسرول. هون طبعا بيكون عندي كربونة رابطة بال OH، وهون عندي كربونة رابطة بال OH، وهون عندي كربونة رابطة بال OH. اذا كل كربونة من الثلاث كربونات تبعت الجليسرول بتكون رابطة بجزيء هيدروكسيل. فالجليسرول عبارة عن 3 كربون، اوكي، كل واحدة فيهم رابطة بهيدروكسيل، هذا الجليسرول، اوكي، زائد فاتي اسيدز. هلا الفاتي اسيدز شو هم؟ خلينا نشوف تعريفهم ونجي نرسمهم. فاتي اسيد has a long carbon skeleton، اوكي، هم عبارة عن جزيئات، يعني هيكل، عفوا، هيكل كربوني كبير او طويل، usually 16 or 18 carbon atoms in length. اذا هو عبارة عن هيكل كربوني طويل يتكون من 16 ل 18 كربوني، يعني هو طوله عبارة عن 16 ل 18 كربوني. خلينا نرسم فاتي اسيد. هي كربوني اولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16. هاي 16 كربونة، هاي كل دوت حمراء معناته عندي كربونة. هون واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16. حكينا هم بيكونوا يا 16 يا 18، بالعادة هيك بتراوح أطوالهم، أوكي؟ الفاتس هم عبارة عن اتحاد الفاتي أسيد. هذول عبارة إذا عن فاتي أسيد، هذا FA اختصار فاتي أسيد، وهذا الجزيء عبارة عن جليسرول. جليسرول and fatty acids. طبعا إذا الفاتي أسيد، طبعا الفاتي اسيد في جزء من جهه منه كربونه منه، اذا هي عباره عن كاربوكسيل جروب. هاي ما راح تزبط هون. في وحده من الكربونات بتكون عباره، اللي هي الكربونه الطرفيه، بتكون عباره عن كاربوكسيل جروب متصله بلونج تشين اوف هيدرو، لونج هيدروكربون تشين، اوكي. فبالتالي الفاتي اسيدز على الرغم من انه فيه هيدروكسيل جروب، ولكن عدد اللينكث او طول التشين تبعته الهيدروكربون تشين سببت انه يكون نون بولر. فهون عندي انا بدها تتكون رابطه،
رابطة إستارية بين الكربوكسيليك أسيد والكحول. إحنا بنعرف إنه بتكون عندي إيستر بوند. الإيستر بوند هاي بتأدي عشان تتكون لازم ينخسر عندي جزيء ماء. طبعا هي عبارة عن OH، هون الـ O الطرفية عليها H راح يكون، فهون راح تخسر H ومن هون راح نخسر OH. ما بهمكم كل واحد من خسر، لما تتعمقوا أكثر بالكيمياء العضوية والتفاعلات الكيماوية بنصير إنه نتعلم أكثر مين اللي بيخسر الـ H ومين اللي بيخسر الـ OH، تمام؟ فواحد منهم راح يخسر H والثاني راح يخسر OH عشان تتكون عندي الإيستر بوند. طبعا هون أنا كونت الرابطة رقم واحد بس رابطة واحدة، فستيل أنا عندي كمان مجموعة هيدروكسيل وكمان مجموعة هيدروكسيل هون، فأنا بدي كمان تنتين فاتي أسيد، أوكي؟ فبدي الفاتي أسيد يكون عددهم 3 والجليسرول يكون عدده 1، إذا كل حبة جليسرول بترتبط بثلاثة فاتي أسيدز بروابط إسترية، هي عبارة عن الروابط اللي بنخسر فيها جزيء ماء بالديهايدريشن رياكشن عشان يتكون عندي شو؟ عشان يتكون عندي فات، أوكي. The carbon at one end of the skeleton is a part of a carboxylic group. مثل ما حكينا الكربون بنهاية أحد النهايتين هدول، هاي النهاية الأولى وهاي النهاية الثانية، بتكون عبارة عن carboxylic group، okay؟ The functional group that gives these molecules their name fatty acids. إذا ليش سميناهم fatty acids؟ لأنه عندهم مجموعة وظيفية أو functional group اسمها carboxylic acid، فمن هون إجا اسمها fatty acids. The rest of the skeleton consists of hydrocarbonate chain. البقية هو عبارة عن مجموعات hydrocarbon، carbon hydrogen، carbon hydrogen، أوكي، يعني كربون رابطة بهيدروجين. طبعا الرابطة التساهمية والcovalent bond هي بين ال C وال H، هي عبارة عن non-polar bonds، okay؟ In the hydrocarbon chain of fatty acids are the reason fats are hydrophobic. إذا شو سبب إنه الفاتس عبارة عن hydrophobic molecules؟ بسبب الروابط الهيدروكربونية اللي بتكون non-polar وبتكون عندي كتير منها مكررة بكثرة. Fats separate from water because water molecules hydrogen bond to one another and exclude the fats. هاي المعلومة أخذناها سابقا. ليش مثلا لما أخلط الفيجيتابل أويل أو زيت النباتي، لما أخلطه بالماء مثلا الزيت، أنت عندك من البيت زيت الزيتون، جيبه أخلطه بالماء رح يفصلوا عن بعض. ليش؟ لأن جزيئات الماء ما بتحب الزيت وجزيئات الزيت ما بتحب الماء، بسبب إنه الأويل is a hydrophobic substance. فالفاتس اللي فيه، الدهون اللي فيه بتروح بتتجمع على بعضها والمي بتتجمع على بعضها والمي بتصير تحكي بعدين الفاتس يلا ابعدوا عني. فهي معنى كلمة انه fats separate from water because the water molecules hydrogen bond to one another. يعني one another يعني قصدهم الواتر الوحدة بترتبط بالواتر الثاني، جزيء المي الاول يرتبط بجزيء الماء الاخر، فهذا الحكي بيعمل exclusion للفاتس، فبالتالي الفاتس بتم استبعاده. بتم استبعاده يعني ما بختلط بالمي، اوكي. In making a fat، في عملية تصنيع الفات، three fatty acid molecules are each joined to glycerol by an ester linkage. مثل ما حكينا ثلاثة جزيئات من الفاتي أسيد بيرتبطوا بالجليسرول عن طريق رابطة اسمها الإيستر بوند. A bond، إيش تعريف الإيستر بوند؟ It is a bond formed by a dehydration reaction. مين اللي بيكونها؟ Dehydration reaction between a hydroxyl group، بين مجموعة هيدروكسيل وبين مجموعة كربوكسيل. The resulting is also called a triglyceride. إذن هذا الفات اللي هون تكون عبارة عن triglyceride. كلمة تراي معناها ثلاثة، glyceride يعني فيه glycerol. Triglycerides معناته عندي glycerol رابط بثلاث أجزاء من الفات، فكلمة triglyceride بثلاث أجزاء من الفاتي أسيدز، عفوا رابط بثلاث أجزاء من الفاتي أسيدز. كلمة triglycerides هاي معناها شو؟ معناها إنه أنا عندي fat، يعني هو actually is a fat. Triglyceride is actually a fat. Okay, consisting of one molecule of glycerol and the three fatty acids bonded to the glycerol molecule by an ester bond. إذا عندي glycerol وثلاث حبات fatty acid رابطين بالglycerol عن طريق ester bond. Thus consists of three fatty acids linked to one glycerol molecule. مثل ما قلنا.
احنا بنطلع على الرسمة ونشوف الرسم نمبر ايه بتفرجيني عملية تكون الايستر بوند عن طريق دي هايدريشن رياكشن. عندي او اتش وعندي اتش، يعني هون حاطط لك عكس ما احنا رسمنا، حاطط لك انه الاو اتش، يعني هو مو مهم انت تعرف من وين مين اللي بيخسر الاو اتش ومين اللي بيخسر الاتش صراحة، بس هون حاطط لك انه الكربوكسيل جروب بتخسر الاو اتش والجليسرول بيخسر الاتش، اوكي، وبيتم تكوين الاتش 2 او فبيطلع برا ال H2O، فهذا بتسميه dehydration reaction عشان تتكون الإستر لينكج. تمام، هذا شكل الفاتي أسيدز، بيكونوا على شكل زجزاج مثل ما أنا رسمتهم، زي شكل الزجزاج، أوكي. فبالتالي هذا هو الأورينتيشن الحقيقي، هذا هو شكل الفاتي أسيدز الحقيقي أصلاً، زي شكل الزجزاج. طبعاً بهاي الحالة هم أعطوكم مثال اللي هو البالميتك أسيد. البالميتك أسيد هو نوع من الفاتي أسيدز. تمام، طيب الصورة الثانية بتفرجينا تكوين الإستر لينكج. هاي الإستر لينكج مكونة وجاهزة صارت، عندي ثلاثة إستر لينكج، فهذا عبارة عن فات موليكيول اللي هو التراي جليسرول. إذا هذا عبارة عن فات موليكيول تراي جليسرول أو تراي جليسرايد، أوكي، الكلمتين موجودات. طيب هلا بدنا نتعرف على مصطلحين جداد اسمهم saturated and unsaturated fatty acids. بدنا نعرف saturated versus unsaturated fatty acid. FL مثل ما حكينا fatty acid. طيب بدنا نفرق بين saturated وال unsaturated fatty acids. خلينا نمحي كلمة فاتي أسيدز من هون. احنا عارفين انهم ساتوريتد او انساتوريتد، هلا احنا بدنا نفرق بينهم. اول فرق بيناتهم انه ساتوريتد فاتي أسيدز ما فيها دبل بوندز، فهون عندي نو دبل بوندز. شو يعني دبل بوندز؟ يعني روابط ثنائية. شو يعني كلمة دبل بوند؟ يعني روابط ثنائية. اذا اول فرق بين الساتوريتد والانساتوريتد فاتي أسيدز انه الساتوريتد ما فيها دبل بوندز، بينما الانساتوريتد فيها دبل بوندز. كلمة ساتوريتد يا جماعة تعني مشبع، وكلمة انساتوريتد تعني غير مشبع. من وين اجت هاي الكلمة؟ احنا بنتذكر انه الكربونة بترتبط باربع روابط، فاذا انا ربطتها باربع جزيئات بغض النظر عن شو هما، بالعاده بالهيدروكربون حكينا بيكون عباره عن هيدروجينات، وممكن يكون الكربون اللي جنبيها، هون عندي الكربون اللي جنبها وهون الكربون اللي جنبها وهون هيدروجينه، هذا اسمه ايش؟ ساتوريتد فاتي اسيد. ساتوريتد فاتي اسيد يعني الكربون اللي فيه مشبعه، الاربع روابط تبعونها رابطين، اوكي، رابطين باتومز ثانيين بذرات اخرى. بينما كلمه انساتوريتد تعني انه عندي هي بالاخضر، تعني انه عندي الكربونه فيها روابط ثنائيه غير مشبعه بالهيدروجين، يعني الكربون، اوكي. اذا ساتوريتد كربون تعني كربونه مشبعه بالهيدروجين، انساتوريتد كربون تعني كربونه غير مشبعه. واحنا بنعرف انه الكربون بيعمل بس اربعه روابط، فبالتالي ما بقدر اضيف كمان جزيء هيدروجين هون، لانه هون عندي دبل بوند. الدبل بوند يعني شو؟ يعني رابطه ثنائيه. فبالتالي الانساتوريتد غير المشبع، يعني ما فيه هيدروجين كتير، يعني فيه روابط ثنائيه. اما الساتوريتد معناها مشبع، فبالتالي ما عندي دبل بوندز، فالاربع روابط تبعت الكربون مشغولين على شكل سنجل بوندز، على شكل روابط احاديه. فهي الفرق بين ساتوريتد اند انساتوريتد. ثاني شيء، الساتوريتد بالعاده بيكونوا سوليد ات روم تمبرتشر. سوليد ات، خلينا نكتب بالاحمر لما بدنا نكتب على الساتوريتد عشان نضلكم رابطينه بالرسمه. سوليد ات روم تمبرتشر، ار تي يعني روم تمبرتشر، سوليد ات ار تي يعني سوليد ات روم تمبرتشر. بينما الانساتوريتد بيكونوا ليكويد، ليكويد يعني سائل، سوليد يعني صلب، ليكويد at room temperature، حكينا RT يعني room temperature. فبالتالي الساتوريتد فاتي أسيدز ما فيهم دبل بوندز، فبالتالي بيكونوا سوليد at room temperature. طب شو اللي بيخليهم سوليد at room temperature؟ خلينا نمحي الكربونات مؤقتا. علشان نرسم الرسمة بشكل أوضح. هي مثل مساحة اللوحة، بتقعد ساعة وانت تمسح على الفاضي.
صراحة مو متذكرة من وين أكبرها. إذا حدا متذكر يحكي لي بليز. أوكي هلا بدي أوضح ليش السوليد ليش الساتوريتد فاتي أسيدز بيكونوا سوليد وليش الأنساتوريتد فاتي أسيدز بيكونوا ليكويد على درجة حرارة الغرفة. خلينا نشوف. إحنا نرسم هلا بالأحمر لأن عم نرسم ساتوريتد. الفكرة بالساتوريتد فاتي أسيدز إنه بيكون عندي ال الفكرة بالساتوريتد فاتي أسيد إنه بيكون عندي ما في دبل بوندز فبالتالي ما فيها انحناءات. يعني أنا عندي هاي مثلا ما فيش دبل بوند بيكون شكله هيك مستقيم هيك الفاتي أسيد شكله. أنا قاعدة عم برسمه منحني بالنما مضبط مع الشكل. أوكي هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وهي أربعة. هدول لانهم المفروض انهم مستقيمات خلينا اضبطهم مستقيم مستقيم يعني لانه ما في لعبة بالموضوع. هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة. فتخيلوا انا بدي اجمعهم سوا بدي اربطهم مع بعض واجمعهم سوا كيف بصير الشكل؟ بصير الشكل تبعهم هيك. بقدر اني اجمعهم على بعضهم بقدر اني اضمهم على بعضهم لانه ما في اي انحناءات بينهم. اوكي فبقدر اني اقربهم على بعض والزقهم ببعض. بينما لما يكون unsaturated fatty acids عفوا ما عم تزبط معي الرسمة بالضبط سيهم يعني اعتبروهم لزقين ببعض. اوكي بقدر اني اضمهم على بعض. بينما الفكرة بالunsaturated هيها بالاخضر رح ارسمها عشان ضلنا رابطينها باللون. الunsaturated بيكون الشكل ضلها اوكي. الانساتوريتد فاتي اسيد الفكره في انه بصير عندي انحناء. خليني ارسمها انحناء بسبب الدبل بوندز اللي بتكون فيه. فالانحناءات هاي بسموها كينكس كينكس كينكس. اوكي فالانحناءات هاي بتسبب انه الفاتي اسيدز اللي بتكون unsaturated ما تقدر انها ترتبط ببعض. هي كلمة كينك. كينك يعني انحناء انحناء او طعجة مثل كلمة طعجة يعني. فالكينكس هدول او الانحناءات بتخليني ما اقدر اجمعهم مع بعض. فمهما حاولت اجمعهم على بعض انا هون هاي بدي احاول اجمعهم على بعض رح يطلع معي الشكل هيك وهيك وإشي ما رح يرضى يقرب عليهم هيك رح يصير وإشي هيك. فهذا شكل معناته ما قدرت أجمعهم على بعض مثل ما جمعت اللون الأحمر سابقا. فبالتالي الساتوريتد فاتي أسيدز بيقدروا إنهم يكونوا صلب بدرجة حرارة الغرفة لأنهم بتجمعوا على بعض. بينما الأنساتوريتد ما بتجمعوا على بعض بيكون في عندي كينكس أو انحناءات بسبب الرابطة الثنائية. إذا الرابطة الثنائية هي اللي بتعمل الكينك. مين اللي بيعمل الكينك؟ الرابطة الثنائية الدبل بوندز هم اللي بيعملوا الكينك وبيخلوا الأنساتوريتد فاتي أسيدز بيخلوه ليكويد آت روم تمبرتشر. من الأمثلة على ساتوريتد فاتي أسيدز عندنا شو عندنا أمثلة؟ عندنا اللارد لارد اند باتر الزبدة والشحمة. اوكي الشحم يعني الشحم اللي بيكون زي اللية او الدهنة اللي على اللحمة. اوكي الزبدة والشحمة. ومن الامثلة على unsaturated fatty acids مثل الاويل الزيت. اوكي فالزيت هو عبارة عن unsaturated fatty acid واللارد الشحمة والبتر الزبدة بيكونوا saturated. طيب خلينا شوي نحكي شو كتابنا بيحكي لنا. The terms saturated fats and unsaturated fats are commonly used in the context of nutrition. يعني لما نحكي عن التغذية بالعادة بنحكي saturated و unsaturated كتير. طب نتعرف عليهم شو يعني هدول. These terms refer to the structure of hydrocarbon chains of the fatty acids. Okay? They refer أو يعني بيعنوا لي التركيب أو البناء تبع الهيدروكربون chains للفاتي أسيد كيف كان. فمثلا If there are no double bonds, إذا ما عندي double bonds between
كربون اتومز كومبوزينج ا تشين، اذا ما عندي دبل بوندز او روابط ثنائيه بين الكربونات اللي بيكونوا السلسله فمعناته then as many hydrogen atoms as possible are bonded to carbon skeleton، معناته عدد الهيدروجينات اللي رابطه بالكربون رح تكون اكثر لانه ما في دبل بوندز. such a structure، هذا الاستراكشر is said to be بنسميه saturated fat، saturated يعني مشبع with hydrogen، saturated with hydrogen يعني مشبع بالهيدروجين، and the resulting fatty acid بصير اسمه saturated fatty acid. إذا saturated with hydrogen مشبع بالهيدروجين، والفاتي أسيد اللي بنتج عن كربونات مشبع بالهيدروجين اسمه saturated fatty acid. هلأ تعريف الـ unsaturated fatty acid، it has one or more double bonds، أوكي فيه رابطة ثنائية أو أكثر، which one with one fewer hydrogen atoms، يعني بالتالي رح يكون عندي عدد الهيدروجينات أقل، أوكي، اللي برتبط بالكربونات on each double bonded carbon، يعني كل كربونة تخسر هيدروجينة حتى تكون رابطة ثنائية. nearly every double bond in naturally occurring fatty acids is a cis double bond. شو يعني هاي الجملة؟ هاي الجملة شوي صعبة عليكم بهذا المستوى لحد ما تاخذوا organic chemistry أو كيمياء عضوية. الفكرة فيها إنه خلينا نترجم الجملة بداية. nearly every double bond، يعني تقريبا كل الروابط الثنائية in a naturally occurring fatty acids، في الفاتي أسيدز الموجودة بالطبيعة is a cis double bond. شو يعني cis؟ الدبل بوند تنقسم لقسمين cis and trans، أوكي؟ فعندي الدبل بوند تنقسم إلى قسمين، خلينا نرسمها. الدبل بوند هي دبل بوند نعتبرها، تنقسم إلى قسمين، إما إنها تكون cis هذا شكل الرابطة كيف راح يكون بالنهاية، وترانس برضه كمان نوع من الاشكال الكونفورميشنز وهي القصص تبعت الكيمياء العضويه. فانتوا رح تتعرفوا اكثر على هذا الموضوع بالكيمياء العضويه، بس احنا بالعاده اللي بتكون بالاويل مثلا هي بتكون عباره عن سيس، خلينا بالاخضر نحددها. اذا الدبل بوندز او الروابط الثنائيه تنقسم الى سيس اند ترانز. السيس هي اللي بدنا اياها، هي الرابطه الطبيعيه. لما تصير الرابطه ترانز معناته في مشكله ما بدنا اياها، هي شيء بيضر الجسم، اوكي؟ فاحنا هلا كمان شوي رح نحكي شو هي هاي المشكله. which creates a kink in the hydrocarbon chain whenever it occurs، اوكي؟ اذا شو سبب الكينك اللي بتصير؟ سببها الروابط اللي بيكونوا نوعهم سيس. شو سبب الكينك اللي بتصير بالunsaturated fatty acid؟ بسبب السيس. دبل بوندز، الكينكس اللي بتصير في الانساتوريتد فاتي اسيدز سببها السيس دبل بوندز. من الامثله على ساتوريتد انيمال فاتس such as lard and butter، اوكي، الدهنه والزبده they are solid at room temperature، بيكونوا صلب بدرجه حراره الغرفه. in contrast، على العكس، the fats of plants and fishes are generally unsaturated، يعني الفات اللي بيكون موجود بالبلانتس بالنباتات وبالفيشز بالاسماك بيكون unsaturated، عشان هيك عندي شيء اسمه زيت السمك مثلا. meaning that they are built، يعني تم بنائهم from one or more types of unsaturated fatty acids، يعني الفاتي اسيدز اللي بتكونهم لهدول الفات عباره عن شو؟ unsaturated، لانه احنا حكينا انه الفات هو عباره عن saturated and unsaturated fatty acids. عفوا الفاتس هم عباره عن hydrocarbon chain او fatty acids زائد glycerol. usually liquid at room temperature، اذا بالعاده الزيوت تبعت الاسماك والنباتات، الدهن تبع السمك والنبات بيكون liquid سائل على room temperature. plant and fish fats are referred to as oils، بنسميهم oils، اوكي، او زيت، اوكي. olive oil and cod liver oil are examples. olive oil هو زيت الزيتون، cod liver oil هذا زيت كبد السمك، اوكي. the kinks where the cis double bonds are located prevent the molecules from backing together. اذا مثل ما حكينا الكينكس اللي هي سببها السيس دبل بوندز تمنع الموليكيولز تبعت الانساتوريتد فاتي اسيدز فروم باكينج توجذر، يعني بتمنعهم من انهم يتجمعوا على بعض كلوزلي انف بشكل كافي تو سولديفاي ات روم تمبرتشر. اذا شو اللي بيمنع الانساتوريتد فاتي اسيدز من انهم يتصلبوا بدرجه حراره الغرفه؟ بسبب الكينكس او الانحناءات الناتجه عن السيس دبل بوندز. ذا فريز هلا بدنا نحكي عن موضوع ثاني، المصطلح الهيدروجينيتد فيجيتابل اويل. شو يعني هيدروجينيتد فيجيتابل اويل؟ بجيبوا زيت نباتي، اوكي، او زيت نباتي مثلا زيت الذره،
أو أي نوع تاني من الزيوت النباتية، بحطوا عليه مجموعات هيدروجينية بالغصب. يعني هو زيت وهو ليكويد ات روم تمبرتشر، أنا أروح أعمل له هيدروجينيشن، أوكي هيدروجينيشن أوكي، وغصب عنه سينثيتيكلي، يعني سينثيتيكلي يعني بطريقة صناعية، فبالتالي بخليه سوليد ات روم تمبرتشر. إذا هيدروجينيتد فيجيتابل أويل أون فود ليبلز، يعني اللي بنلاقيه على الليبل أو تبعت الأكل، أوكي مثلا نشتري سمنة مثلا، أوكي سمنة نباتية مثلا، بالعادة زيوت النباتات إيش بتكون؟ بالعادة بتكون ليكويد صح؟ فإذا عملنا لها هيدروجينيشن، عملية الهيدروجينيشن هاي إني أخليها ترتبط بهيدروجين الكربونات تبعتها، هذا الإشي عملية سينثيتيكلي، أوكي؟ have been synthetically converted to saturated fats by adding hydrogen. synthetically يعني صناعيا، allowing them to solidify، فبالتالي بتجمدوا. فالزبدة عفوا السمنة النباتية هي مثال على هذا الاشي، هي عبارة كانت عن زيت نباتي صارت سمنة نباتية بعملية الهيدروجينيشن، وهذا اشي جدا ضار، عشان هيك احنا ما بنفضل ناكلها السمنة النباتية. مثال عليها البينات بتر اللي بتعرفوها انتو، البينات بتر زي ما بحكوا بالفيديوز، and many other products okay اللي بيكونوا hydrogenated to prevent lipids from separating into out in liquid oil form، يعني بيمنعهم من انهم يرجعوا للشكل الليكويد، بيصيروا بس solid. A diet rich in saturated fats is one of several factors that may contribute to the cardiovascular disease known as atherosclerosis. خلينا نعيدها، حكيت اشي غريب. A diet يعني الغذاء الريتش الغني بالsaturated fats اللي بتكون فيها كلها هيدروجين is one of the several factors، هو عامل من العوامل العدة that may contribute التي تؤدي إلى to the cardiovascular disease. cardiovascular disease يعني مرض قلبي وعائي، يعني بالقلب المرض أوكي وبالأوعية الدموية، known as atherosclerosis. atherosclerosis هو تصلب الشرايين، إذا كلمة atherosclerosis يعني تصلب الشرايين، رح تتعبوا شوية أنتوا تقرأوها بس بعدين تتعودوا عليها إن شاء الله. بهذا الكونديشن شو بصير؟ بيكون عندي وعاء دموي، خليني أحكيها على السريع عشان ما تضلها في بالكم. هاي عندي وعاء دموي، الوعاء الدموي هاد بدل ما يمشي الدم فيه باستقرار وما أحلاه، بصير يتكون هون فاتس، فات هذا دهن كله بتجمع على الوعاء الدموي، فبصير مرور الدم من هذا الوعاء أصعب، أوكي؟ فبيؤدي لاحقا لمشاكل بالجسم. رح تاخذوا بالموضوع أكثر إن شاء الله إذا كنتوا بتدرسوا تخصصات طبية أو تخصص أحياء. In this condition ما بدنا نحكي كثير عنه لأنه ما بيهمكم كطلاب سنة أولى. The process of hydrogenating، بقول لك إذا saturated fats خطيرين على القلب، فإحنا الشحم الشحم الحيوانية، اللية، الزبدة مو كتير مفضل إننا نكتر منهم، أوكي؟ وكمان the process of hydrogenating vegetable oils، عملية الهدرجة اللي بنتج عنها سمنة نباتية مثلاً، produces not only saturated fats، يعني مش بس بتحول ال unsaturated fats ل saturated fats، كمان ال unsaturated fats بدل ما يكونوا cis double bonds ممكن يتحول ل trans double bonds. حكينا انه الدبل بونز إلها نوعين سيس وترانز، اذا تحولوا لترانز دبل بونز صاروا لسه كتير اخطر من الساتوريتد فات. هذا كله بيعمل الترانز فات كان كونتريبيوت، يمكن ان يساهموا في الكورونري هارد ديزيز، في امراض القلب، اوكي اللي رح تاخدوا عنها في التفصيل في تخصصاتكم اذا كانت تخصصات إلها علاقة بالموضوع ان شاء الله. اوكي هلا خلصنا الحكي عن الفات، بدنا نحكي عن الفانكشن اوف فات. شو الميجر فانكشن اوف فات؟ شو اهم وظيفة للفات؟ اللي هي انرجي ستورج، بيخزنوا طاقة، وبيخزنوا طاقة اكثر من ضعفي، اوكي يعني هي عبارة اكثر من ضعفي الطاقة اللي بيخزنها الستارتش اللي بيخزنوها البولي ساكرايت. اذا الهيدروكربون تشين، السلسلة الهيدروكربونية تبعت الفات ار سيميلر تو جازولاين موليكيولز اند جاست از ريتش ان انرجي، اوكي يعني بيقول لك انه هي غنية جدا بالطاقة. عفوا a gram of fat stores a gram of fat يعني جرام واحد من الدهنيات stores يعني يخزن more than twice as much energy as a gram of polysaccharides such as starch، يعني بيخزن من الطاقة ما مقداره أكثر من ضعفي الطاقة اللي بيتم تخزينها في جرام واحد من البوليساكرايدز مثل الستارتش. طيب كيف النباتات عايشة وهي فيها ستارتش؟ يعني شو الهدف من هذا الموضوع؟ بقولك النباتات ما بتتحرك، فما بلزمها كتير طاقة هائلة مثل الحيوانات والإنسان، احنا بنتحرك فبلزمنا طاقة هائلة جدا، فبلزمنا جسمنا يكون فيه فاتس، اوكي لانه الفاتس بتخزن الطاقة، بينما البلانتس مو بحاجة لهي الطاقة، ما بتتحرك، بكفيها الستارتش اللي جواتها. فالنبات هذا بيفسر ليش النبات فيه ستارتش بينما احنا ما في جواتنا ستارتش، اوكي في جواتنا دهنيات.
مثلا animals however ولكن الحيوانات must carry their energy stores with them يعني احنا لازم ناخذ الانرجي معانا لانه احنا نتحرك. So there is an advantage of to having a more compact reservoir of fuel fats يعني خزان الطاقه تبعنا هو الفاتس. اوكي humans هلا بنحكي عن humans and other mammals الثدييات stock يخزن their long term food reserves in adipose cells. شو يعني؟ يعني انا بجسمي عندي إشي اسمه الأديبوس سيلز. خلينا نحكي على الأديبوس سيلز. النسيج الدهني بجسمي يتكون من خلايا بسموها الأديبوس سيلز. أديبوس سيلز يعني خلايا دهنية. هاي الخلايا الدهنية بيكون حجمها عادي أول ما ننولد. لما ناكل نبلش ببلش يتخزن السكر على شكل جلايكوجين اللي زيادة عن حاجة الجسم بصير يتخزن يتحول لفات، والفات اللي بناكله كمان بيضله على شكل فات، فبيروح وين بتخزن؟ كل الفات بتتخزن وين؟ بتتخزن في الأديبوز تيشو، أوكي؟ في الأديبوز تيشو أو الخلايا الدهنية، أوكي؟ خلايا الفات، خلايا الدهن، أوكي؟ فالخلايا هاي بدل ما يكون حجمها صغير بتصير تكبر. عشان هيك الواحد فينا بنصح، ليش بننصح اذا احنا؟ لانه خلايا الاديبوز تيشو فينا بتكبر. هي اذا حكينا عن اول فائده للفات، اذا حكينا انه بتخزنوا على شكل اديبوز سيلز، اوكي اللي بيكونوا لي بعدين نسيج دهني اديبوز تيشو بصيروا، which swell and shrink، swell يعني ينتفخ and shrink يعني يصغر، اوكي؟ as fat is deposited and withdrawn from storage، يعني اللي بيكبروا واللي بيصغروا يتضخم زي swell يعني ينتفخ، shrink يعني يتقلص، اوكي؟ حسب اذا كان في فات عم بيجي عليها ولا فات عم بيطلع منها، علشان هيك احنا لما نلعب رياضة زي كأننا بنعمل withdraw للدهن للفات من الاديبوز سيلز، فبالتالي اللي بننحف، اوكي؟ بينما اذا ضلينا ناكل زي كأنه عم نعمل ديبوزيشن للفات، بنحط الفات جوا الاديبوز سيلز، فبننصح. In addition to storing energy، عندي وظيفة ثانية للفات غير الستورينج انرجي، غير انها تخزن الطاقة. الوظيفة الثانية تبعت الفات بيقول لك اديبوز تيشو also cushions such vital organs as the kidney. cushions يعني يغطي، زي بيعمل زي تأثير المخدة، مثلا أنت لما تيجي تضرب بطنك، إذا حدا ضربك على بطنك، هل الكلى تبعتك أو مثلا عفوا هل الأشياء اللي جوا بطنك مثلا أمعائك بتتخزق إذا حدا ضربك؟ بتصير تنزف إذا حدا ضربك؟ لا، بالعادة بالضربة العادية لا، ليش؟ لأنه أنا عندي فات، عندي الدهن اللي حوالين منطقة البطن بيحمي هي الأعضاء الحيوية اللي جوا، مثلا عندك الدهون الثانية اللي بتكون حوالين الكيدنيز، حوالين ال الكلى، اوكي؟ حوالين الكلى مثلا، إذا واحد أكل ضربة على جهة الكلى ما بتموت الكلى تبعته دغري، ما بيموت يعني ما بصير معه فشل كلوي، ليش؟ لأنه عندي فات، اوكي؟ بتعمل كاشن، اوكي؟ كاشن للفيتال أورجنز، للأعضاء الحيوية، اوكي؟ فبالتالي a layer of fat beneath the skin insulates the body. إذا a layer of fat يعني طبقة من الفات beneath the skin يعني تحت البشرة تحت الجلد تبعنا insulates تعزل الجسم بتخلي الجسم معزول عن المحيط اللي برا فبيبطل يتأذى من الأشياء اللي برا.